الحمد لله حمدا نستفتح به أبواب فضله الواسع وجوده الهامع، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد المصطفى الجامع وعلى آله وصحبه من تشنفت بأخبارهم وسيرهم ومسالكهم المسامع. والدرس استعادة لما كنا عليه في الدروس الماضية من تسلسل في ذكر تفرعات الأخلاق النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام عن أصولها. كنا في ثلاث مجالس قد مضت في هذه السلسلة قد تحدثنا عن العفة وأنها الأصل الجامع للأخلاق التي تتعلق بالكف بالإحجام عن الفعل، بكف النفس عن مشتهاها، كما كان الحديث في السابق عن الشجاعة وأنها الأصل الجامع للأخلاق التي تتعلق بالإقدام على فعل الشيء. ومر معنا أن الأداة التي تثمر في نفس الإنسان وجود هذه الصفة الراقية وهذا الأصل وهو العفة هي الكف، أي أن النفس لا ترتقي إلى العفة إلا إذا عودت أن تكف، أن تمنع عن شيء تريده تشتهيه، إلا إذا روبضت. ومر معنا أن العفة هي ثمرة لاعتدال قوة الشهوة في نفس الإنسان، فإذا وجه العلم والعقل الشرع والعقل إلى قوة الشهوة في الإنسان اعتدلت فأثمرت العفة. ومر معنا أيضا أن تفعيل الكف في نفس الإنسان، أي أن النفس تكف عن شيء تتمناه وتريده إن كان خطأ بأحد أسباب أو لأحد أسباب ثلاثة، إما أن تكف النفس عن فعل الشيء خوفا من عاقبته، يكف المريض عن تناول طعام يشتهيه خوفا من الضرر الذي يعلم أنه سيحصل، كلما ذكر بحجم الضرر وخطورته كلما كان ذلك أبلغ، كلما كان ذلك أقدر، يجعله أقدر على ضبط نفسه، فإما بالخوف وإما الطمع الرجاء، إن انتظمت في هذا الأمر الذي تعمل فيه وأتقنت عملك سترقى، هنا طمع رجاء، فتميل النفس إلى الدعة إلى الكسل، فيكفها الإنسان عن كسلها ويحفزها إلى العمل بسبب الطمع والخوف، الطمع الرجاء. وهناك سبب ثالث مر معنا وهو السبب الأرقى ألا وهو المحبة، فإن الإنسان إذا أحب انصاعت نفسه وصارت طيعة لما فيه رضوان محبوبه. كما مر معنا أيضا أن تفعيل هذا الكف للنفس البشرية عن مشتهياتها ليرتقي الإنسان إلى مستوى العفة وهي المسلك النبوي الراقي، سيكون الحديث عن الصف الأول من الأخلاق التي تتفرع عن العفة، إذ أن النفس إذا كفت عن مشتهياتها السيئة يبتدئ خلق وخلق وخلق يتشكل في هذه النفس، فالنفس العاصية كلما روضت على الطاعة تكون فيها أمر الطاعة، لم تكن طائعة في السابق، لكن لما روضها صاحبها لما جاهدها أوجد فيها معنى الطاعة، أوجد الله فيها معنى الطاعة. إذن كف النفس وترويض النفس يوجد أخلاقا تنبثق عن هذه النفس وتنبعث عن هذه النفس. فأول الأخلاق التي تتفرع عن العفة التي تتضمنها العفة عند توجيه الكف للنفس، أي يكفها الإنسان يمنعها عن فعل الشيء، هو خلق الصيانة. والخلق الثاني هو خلق النزاهة. والخلق الثالث هو خلق المياسرة أو التسامح كما يسمونه اليوم. الصيانة والنزاهة والمياسرة هي أخلاق تتعلق بالعفة، هي تنبثق عن عفة النفس، ثم هذه الثلاثة تتفرع منها عنها منظومة من الأخلاق الراقية تتحصل برعاية الثلاثة الصفات هذه: الصيانة والنزاهة والمياسرة. أما الصيانة فهي الحفظ، من صان يصون صيانة
أي حفظ الشيء، حفظ الشيء يسمى صيانة. فحفظك لماء وجهك عن الذلة لغير الله هو صيانة لماء الوجه. حفظك لبيتك أن يدخل عليه معتدي فيعتدي على من فيه هو صيانة لهذا البيت. حتى في الاستخدام المعاصر الآن لكلمة صيانة، يقول المعمارة تحتاج إلى صيانة. ما معنى صيانة؟ ترميم. لماذا؟ لحفظها من السقوط. فالصيانة أصلا مأخوذة من الحفظ، أو أن الصيانة في أصلها تدل على الحفظ، على حفظ الشيء. وصلة الصيانة بالكف واضحة، وهو أن الكف يصون نفس الإنسان عن الدنايا. عندما تشتهي النفس شيئا محرما دنيئا يحط من قدر صاحبه، يحتاج الإنسان إلى أن يصونها من أن تقع في هذا الفعل بكفها عن هذا الفعل. فالصيانة هنا المقصود بها والذي نعنيه بها هو ما يرتبط بحفظ النفس عن الوقوع في الدنايا. وأما النزاهة فهي معنى له ارتباط بالصيانة لكنه أرقى نوعا ما، وهو موازي للصيانة، ألا وهو نوع من الحفظ لكنه لا يكون إلا بالابتعاد عن الشيء. الصيانة قد تلتزم ضم الشيء حتى يصان، قد تلتزم الانتباه من الشيء، الاهتمام بالشيء حتى يصان. والنزاهة تتعلق بالابتعاد عن الشيء. من ولهذا يقول يقال فلان النزيه، أي مبتعد عن النقائص، أي نقي من النقاء، أي أنه يحرص على أن يرتفع، يترفع عن الأشياء التي لا تنبغي. فمفهوم النزاهة مرتبط بالابتعاد والترفع، السمو، بالسمو. ومن هنا يأتي تنزيه الباري سبحانه وتعالى عندما يقول أن الله عز وجل منزه عن النقائص، منزه عن الشريك، منزه عن المشابهة للخلق والمماثلة للخلق. هو في ذاته سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ليس مفتقرا إلى تنزيه أحد الله، لكننا نحن المفتقرون أن ننزه اعتقادنا في الله عن النقائص، لأن النقائص لا تتعلق بالله أصلا، ليس لها صلة بالحق سبحانه. ولكن لأن النقيصة موجودة فينا نحن معاشر البشر، نعبر عن تنزيهنا لله. عن تنزيهنا لله من ماذا؟ من المشابهة. هل يمكن أن يكون لله شبيه؟ لا يمكن أن يكون لله شبيه. فما معنى أن ننزهه عن الشبيه؟ ما لا يمكن أن يكون لله شريك. ما معنى أن ننزهه عن الشريك؟ لا يمكن أن يكون لله مثال. ما معنى أن ننزله للمثال؟ لا يمكن أن تكون لله نقيصة، فما معنى أن ننزهه من النقيصة؟ المعنى أي أن ننزه اعتقاداتنا نحن، ألا تعتقد أنفسنا، ألا يرد على قلوبنا، ألا يستقر في بواطننا شيء من النقيصة أو المثال أو الشريك لله سبحانه وتعالى. فحتى في الكلام عن تنزيه الله الأمر متعلق بنا نحن، بمعنى تنزيه اعتقاداتنا وفهمنا نحن لمعنى الربوبية وصلتنا بالإله سبحانه. فالنزاهة أمر يتعلق بالابتعاد عن الشيء سموا، ترقيا، ترفعا، ارتفاعا، ارتقاء. والمعنى الثالث وهو معنى المياسرة، أي السماحة، أي أن الإنسان يغض البصر عن ما يحسن له أن يغض البصر عنه. تكلم عليك أحد بسب أو بكلام سفيه، الصيانة أن تصون نفسك من أن تعتدي عليه، لأنه تكلم عليك غضبت نفسك تريد ترد طاق طاقين كما يقولون. فالصيانة أن تضبط نفسك، تكفها من أن تعتدي في الرد عليه. والنزاهة ما هي؟ ألا يكون في ردك معنى الانتقام، أن ترد من باب رد الحق إن ردت، لكن ما يتعلق بقلبك أثناء الرد شيء من القذر الباطن. ما معنى القذر الباطن؟ أن تبيت في قلبك حقد أو حسد أو بغضاء. فالصيانة إذا اعتدى عليك أحد ألا يزيد ردك للاعتداء فيتحول إلى اعتداء أكبر. هذا ماذا نسميه؟ صيانة، متعلق بالعدل والإنصاف. لا تعتدوا، منعنا الله عز وجل عن الاعتداء. لا يزال المظلوم يجاب له في دعوته ما لم يعتدي، أي يزداد على الشيء. ثم ما هي النزاهة؟ أنك إذا رددت حقك أو أعدت حقك أو رددت اعتبارك لا ترضى أن تبيت وقد تلطخ، تقذر، تنجس قلبك بالحقد والبغضاء والحسد وظلمة تمني الشر للآخرين. هنا أنت نزهت قلبك. الطرف الذي آذاك أو أساء إليك هذا ما عرف، ليس له علاقة بالذي في قلبك، لا يظهر له، لا يطلع على ما في قلبك، هذا غيب. لكن مسألة التنزه
هي مسألة تتعلق بحالك مع الله، نعم لها أثر على السلوك، لهذا سميناها خلقا، لها أثر في التصرفات، لأن الذي يرضى بعد أن يرد حقه أو يدفع ظلم الظالم أن يبيت في قلبه حقد أو بغضاء أو كراهية، خلاص ما ينسى، ويقول لك فلان ما ينسى لأحد شيء أبدا، هذا أذاف وجد في قلبه حقد عليه، ثم مرة ثانية والرابعة والخامسة حتى يطبق الحقد على القلب. ماذا تتوقعون من تصرفات صاحب القلب الحقود؟ هل يمكن أن يكون تصرفه راقيا؟ هل يمكن أن يهنى برؤية الخير لدى الناس الآخرين؟ لابد أن يعيش الحسد، الكراهية، السوء، القبح. لماذا؟ لأنه أهمل في البداية أن ينزه قلبه، أهمل النزاهة، أهمل أن يرتقي في نظرته إلى تعامله مع الآخرين. لكن ما هي المياسرة؟ المياسرة أمر آخر تماما، وهو أن لا يبقى في قلبه تعلق لا برد الاعتبار الذي يسمونه القصاص من الذي أذاه، ولا يبقى في قلبه أذى، ولا يرى أصلا، استطاع أن يرتقي إلى درجة أنه لا يرى فيها أصلا هذا الأمر، لا يشغله. يا فلان تكلم عليك في اليوم الفلاني، واحد يسمع تكلم علي، هو ما يشوف نفسه هو فيه كذا وكذا وكذا، ويعدد من المساوئ ما فيه وما ليس فيه، هذا ما ليس له علاقة بالعفة. ها، لكن فلان قال عن كذا وكذا، هو أصلا مخطئ في ذلك، وتعدى عليه هذا الكلام غير صحيح، هو تجنى عليه بذلك، المسألة كذا وكذا، وناس إلى حد الصيانة، رددت الحق بالحق، وبيتت عند النوم هذا الذي، وانت تتقلب على الفراش، ليش؟ إيش الناس هؤلاء؟ ونظر باحتقار، وأنا لأني نظيف يكرهوني، ولأني محترم يأذوني، وإذا بك تزكي نفسك من غير وجه حق، وانت أفضل منهم وأحسن عنه، وإذا باللعب في النفس، لكن لا، بتت إلى الفراش، الحمد لله الحق عز وجل أظهر الحق. لما يظهر الحق بعد للناس إن شاء الله ربي بينصرني بيظهر الحق، لكن ما تتمنى الشر للذي أذاك. لكن واحد أساء إليك بعد يومين حصل له حادث سيارة، سبحان الله، يمهل ولا يهمل، الله ما يترك حد، أنا بيني وبين الله شيء، أنا عندي شيء لله يقوله. ليش؟ لأنه ربط ما حصل من السوء للآخر بإساءة الآخر، لا، ما معنى ذلك؟ أنه بات وقلبه غير متنزه تجاه الذي أذى والذي أساء إليه. لكن صاحب المياسرة هذا تكلم عليك فلان، الله يسامحه، صاحب المياسرة فلان قال عليك أنك كذبت وسرقت كذا وكذا كذا كذا كذا، الله يغفر لنا وله، وما شاء أصلا ما تشغله هذه المسائل. لماذا لا تشغله؟ لأنه مشغول مع الله سبحانه وتعالى، ومشغول بمحبة محاسن الأخلاق، هو يعيش معنى العفة. القضية ليست أن فلان قال عنه، القضية أن قلبه أرقى من أن يتلطخ بذلك، هو مشغول بقلبه ليس بالناس وما يفعلون. تريد معنى أعمق في الحال مع الله عز وجل في 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 الشؤون وأحوال أهل المياسرة والمسامحة؟ هم أصلا مشغولون بخطاياهم وبإساءاتهم وبأوصافهم الذميمة التي يعلمونها من أنفسهم، فهم الواحد منهم مشغول، يا الله لو مت الليلة ولقيت الله عز وجل وفي بقايا هذه المساوئ التي عندي وما استغفرت ما تبت، ولو ما تاب علي ما غفر لي، أنا عيوبي كذا وكذا وكذا وكذا، فكبرت عيوبه في نفسه إلى الحد الذي ما استطاع في أن يرى عيوب غيره، أو غارق في شهود فضل الله عليه، المنن الربانية التي ساقها إليه، الله أكرمني بالإيجاد، أكرمني بالإسلام، أكرمني بالستر، ما أحوجني إلى هؤلاء الناس، الله سبحانه وتعالى عفى عني في كذا وكذا وكذا. الذي يعيش شهود الامتنان لله لا ينزعج من تشويش الخلق، هو ليس معهم أصلا إلا بجسده، هو يعيش الله أكرمني بكذا وكذا وكذا، تكلموا علي غلطوا من ما يغلط، كلنا نغلط، هم غلطوا علي في كذا، أنا غلطت على فلان في اليوم الفلاني بكذا، ربي يسامحنا ويسامحهم. معنى أرقى من ذلك؟ هو أصلا يشهد أن الله عز وجل هو الذي يخاطبه في جميع حركات الخلق. ما معنى هذا الكلام؟ الله عز وجل يخاطبنا بخطابين يسمونه القرآن المقروء، هذا الذي في الكتاب، هذا المحفوظ الذي لا يأتيه من الباطل، من الباطل ومن بين يديه ولا من خلفه، ويخاطبنا أيضا بالكون الذي يحيط بنا، الجبال تدلك على عظمته، والبحار على سعة إبداعه وجمال الخضرة، الكون قرآن مفتوح للوجود نتأمل فيه عظمة الخالق. أيضا تعاملات الناس معنا قرآن مفتوح، ما معنى ذلك؟ لما أرى إنسان جاء وتحرك معي وأساء إليه بالتصرف الفلاني، هو محاسب على إساءته، يعني سيحاسبه الله، الخطأ خطأ، لكن أنا أقرأ شيء آخر، لا أعيش محصورا مقيدا
لا يصطادني بشبكة إساءته إلي فيقيدني عن الارتقاء، أعيش معنى آخر، الله حركه فأساء هذا إلي وتعدى علي، يريد الحق عز وجل من ذلك ينبهني. ربما أنا يوم من الأيام أخطأت في حق إنسان وجرحته ولم أتنبه ولم أبالي، فأراد الله أن ينبهني إلى خطورة جرح الناس أو الإساءة إليهم، أراد الله يذكرني هذا الأمر، أراد الله يرقيني في مشهدي في معرفتي به. الحق عز وجل أراد ينبهني. كان بعض السلف يقول أني لا أعرف حالي مع الله من تغير خلق دابتي معي، هل أركب الدابة تعتر معي كما يقولون أخواننا في مصر تزرجن تستعصي علي، قال فأراجع نفسي لعلي البارحة ما تنبهت من شيء أو اليوم أخطأت في شيء فأراد الله أن ينبهني، فيقرأ معاني معاملته لله عز وجل حتى من سلوك دابته معه في خروجه في دول. اليوم نحن ركب السيارة بنشرته في الطريق، أكيد فيها رسالة من الحق سبحانه وتعالى يريد ينبهني. كل السيارات معرضة أنها أن عجلاتها تتغير أو أن زيتها يتغير أو أن ماتورها يتغير، السهم الذي دخلت فيه بالحلال فجأة سقط على غير تنبه، ما السبب؟ وراجع نفسي، فأرى أن جميع ما في الكون هذا رسالات موجهة إلي من الله سبحانه وتعالى تحملني على أن أتفكر، على أن أتدبر، على أن أتنبه. فالذي يعيش هذه المعاني هو غير مشغول بفلان وفلان، هو صاحب مياسرة، هو سمح، يسهل عليه أن يعفو وأن يسمح أن يصفح. لماذا؟ لأنه أصلا غير مشغول، بمعنى أن خلقه ارتقى إلى حالة ما صار فيها ما صارت نفسه فيها تنازعه في هذا الأمر، كانت تنازعه فنازعها ونازعها ونازعها حتى تهذبت. هل اتضح لكم في الثلاثة الأخلاق في الصف الأول من المتفرع عن العفة أن الجميع يحتاج إلى كف؟ واضح هذا؟ جاءت النفس تريد أن توقعك في خسائس الأمور من المعاصي والمساوى والتجرؤات على الآخرين، نفسك طمعت تريد تأخذ حق غيرك، نفسك مالت إلى ما ليس لك، تحتاج إلى ماذا؟ صيانة، إلى حفظ أصونها، هنا أحتاج أن أكفها، وهذا جهد شغل يأتي الكلام عنه. نفسك مالت إلى أن تحمل على الآخرين، أردت أن تنزهها عن ذلك، أو نفسك استمرأت الدون، ليس بحرام لكنه دون، بمعنى أنه غير راقي في حقك، غير عفيف في شانك. إنسان قادر على أن يتكسب وهو بدأ يتكسب، لكن لنقص القناعة عنده رضي أن يذل نفسه للآخرين، لزيد أو عمر ليعطوه، ورضي في هذه المذلة أن يكون متدني في حاله مع الناس مقابل أن يمتع نفسه بزيادة عن الحاجة الضرورية. هو الحاجة الضرورية متوفرة عنده وعند أولاده، لكن سالت لعابه إلى شيء زايد من الدنيا، يحتاج إلى تمنى سيارته تكون أفضل مثل سيارة فلان الذي رأى عنده هذه السيارة، فصار يقبل في عمله مهانة من مديره الذي في العمل هنا وهناك، ويقوم وكأنه خادم لهذا المدير، ليس من باب أنه يخدمه محبة في فعل الخير، لا بأس اخدم الكبير والصغير في فعل الخير، بل هذا يهذب النفس ويزكيها، لكن لا، هو يخدمه ويتحمل كثير من الأشياء من أجل ماذا؟ من أجل الترقية، العلاوة التي ستأتي في آخر الشهر. هذه يسمونها الأخلاق خسة نفس. لماذا خسة النفس؟ ما الذي جعله يقبل مثل هذه المهانة، مثل هذا الدون؟ ما الذي جعله يقع في مثل هذا الأمر؟ أن نفسه اشتهت شيئا وعجز عن كف نفسه، فلما عجز عن كف نفسه عن هذا الدون رضي لنفسه الوقوع في هذا الدون. فإذا كف نفسه عن هذا الدون ماذا فعل في هذه الحالة؟ نزه نفسه. لذلك أحيانا حتى عندنا اليوم في تعاملات المعتاد من تناولنا للغة نقول فلان نزيه، نزيه بعيد عن النقائص هذا، ونزيه مرتقي بنفسه. لكن انتبه، ليس المقصود هنا الاستنكاف عن الخدمة، لأن الاستنكاف عن الخدمة كبر، لكن لا، هذا المدير اللي أنا لما أطمع منه يعطيني شيء سأخدمه، ليس من صلب العمل لكني سأخدمه في أشياء حتى أطمع أن يعطيني شيء. طيب هل تقدم هذه الخدمة مثلها للموظف الذي دونك الذي أنت مديره؟ تقبل؟ إذا كانت المسألة مسألة خياخي والناس للناس، يقول لك واحد يخدم بعضنا البعض، طيب ممتاز، إذا هي بالفعل الناس للناس أيضا الموظف الذي أنت تديره والفراش الذي ينظف في داخل الشركة والمكتب الذي أنت فيه، لو احتاج إلى شيء من هذه الخدمات مستعد تقدمها له؟ يلا ابدأ بهذا، قم وخدمها له. إن كانت من هذا الباب فلا شك خدمة الفراش وخدمة المدير وخدمة الكبير والصغير قربة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن فيها تزكية للنفس، فيها تهذيب للنفس. لكن لا، أنا هنا طأطأت ليس من باب طلب القرب من الله بخدمة الآخرين، من باب ماذا؟ يا أخي متطلبات العمل ومتطلبات الشغل،
إيش متطلبات الشغل؟ مكتوب في عقد الشغل أنك تعمل هذا الكلام؟ قال لا، بس يعني لما مشيت وكذا وتعرف يعني ترقيات قريب جاية الحين بتأتي وفي أسماء مرشحة، يا أخي خلنا شوي لأجل لما تجي الترقية نحصل. هذه خسة في النفس. هذا طبعا ليست شتيمة، الكلام هنا عن تحليل الأخلاق. هذه خسة ينبغي أن أربأ بنفسي عنها. أنا مؤمن وإيماني يقتضي يقيني بأن الرزاق هو الله لا سواه. فإذا رسخ هذا اليقين في قلبي بأن الرزاق هو الله، ومالت نفسي إلى شيء من هذه الخسة لأجل تنال شيء من فتات الدنيا، يأتي هنا دور الكف، أكف نفسي. بماذا؟ بأن أنزهها وطهرها، وهو الكلام عن النزاه، ويأتي أيضا فيما يقبل بمشيئة الله من الدروس. ثم بعد ذلك الأمر الثالث، وهو شان المياسرة، كيف تكون السماحة فيك طبع، كيف تعيش وأنت تتعامل بمقتضى المياسرة والسماحة. أنت في ازدحام من الطريق، في مشي مكان في مكان مزدحم، والذين أكرمهم الله بالذهاب إلى مكة وطافوا شهدوا مثل هذه المشاهد. مع شدة الزحام واحد بغير قصد جاء فوق، أخي ما تشوف؟ طيب يا أخي دفك، إيش صار؟ انكسر لك عضو؟ هذا من الكبر الخفي. نعم خطأ أن يأتي إنسان فوق إنسان فيدفعه، ما نتكلم عن الطرف الثاني، شوف نفس تضحك عليك من خداع النفس لصاحبها الأمارة بالسوء. هذه خبيثة النفوس، هذه تحتاج إلى تزكية. من خبث النفس الأمارة بالسوء تخلط عليك الملفات. يعني أنا غلطان أني زعلت، هو ما غلط علي، هو غلط عليك، ما هناك كلام. لكن القضية هنا ليست في، لا نتكلم عن خطأ، هو مخطئ، والمسلمون يحتاجون إلى توجيه كبير في معرفة الآداب في الطواف، وكيف مراعاة حق الآخرين، وينبغي التعامل مع الناس بإحسان وعدم التدافع في التزاحم. هذا كله في بابه. الكلام عنك أنت، لا تتهرب، الكلام عن نفسك في داخلك. ما الذي جعلك لا تستطيع كف نفسك عن ردة الفعل هذه التي حصلت؟ قلت يا أخي يا بشر، سبحان الله، لو كنت أنت المخطئ، رحمك الله، لو كنت أنت المخطئ مع الزحام بغير ما انتبهت بغير قصد، جئت فوق إنسان وقال لك إيش ما تشوف أعمى، ما الذي سيخطر في بالك لو أنت في محله؟ يا أخي هذا ما في صبر عندهم، نحن في الحرم، أنا آسف ما قصد، بس يعني في الحرم ليش تصيح؟ لا ترفع صوتك في الحرم. شوف النفس كيف رجعت تتكلم عن شيء آخر. هو يريد يعبر عن غضبه، لماذا؟ عن عدم تقبله من غضب الآخر بسبب الخطأ الذي أنت أخطأت في حق فلان، ولأنك أخطأت في حق فلان، فلان رد فعل أيضا مبالغ فيها، ولأنك لم تتقبل ردة الفعل لم تقول أن نفسي لم تتحمل، لم تصبر، لم تتحمل ردة الفعل، قمت تقول يا أخي هذا لما عندهم صبر، ما عندهم كذا، ما عندهم كذا. لما صرت أنت الذي أخطأت، قلت يا أخي ما في صبر عند الناس، ما في سماحة، ما هي فين سعة الصدور، لا إله إلا الله، ما للناس ضاقت في زماننا هذا. ولما جاء دورك أنت وجاء الآخر دخل عليك، يا أخي ما في أدب عندهم، ما في مراعاة لحرمة المكان، هؤلاء ما يراعون. متى بنترتب يا الله يا المسلمين؟ متى بنترتب؟ متى بنكون نظيفين مرتبين؟ إيش يا أخي، رحنا أوروبا وقفنا طابور، الطابور نص كيلو، وبأدب وبهدوء من غير تدافع، متى بنترقى بنتنظف بنتعلم؟ كل هذه استحضرتها لما صار الغلط عليك، ولما كنت أنت الغلطان استحضرت كل معاني السماحة. ما الإشكال؟ الإشكال النفس تريد أن تكف، النفس تحتاج إلى تهذيب، إلى أن يشتغل عليها. تعب نفسك قليل في نفسك، تعبها قليل، اشتغل على نفسك قليلا. والحمد لله أن الحق سبحانه وتعالى في زماننا هذا، بالرغم من كثرة الفتن التي يعيشها الزمان والمكان الذي نعيشه في كل العالم، إلا أن الله عز وجل قد بصر الإنسان في زماننا بتبصيرة لم ينلها الذين كانوا من قبلنا، أي فرص التبصر. جعل للنفس البشرية، للتعرف على النفس البشرية، مداخل كثيرة. أصبحت قدرة إدراكك لما يدور حواليك أوسع مما كانت في السابق، أي الأدوات التي تعين على الإدراك أصبحت أوسع مما كانت عليه في السابق. لكن المدركين ليسوا بأكثر من الذين كانوا في السابق، سبحان الله. أدوات الإدراك الآن أكبر، لكن المدركين في السابق كانوا أعمق وأكبر، لأن إعمال هذه الأدوات هو تقصيرنا الذي نعيشه. على سبيل المثال، يعني مثال آخر يدلنا على المقصود، في السابق كانت الكتب عزيزة، يعني ليس من السهل أن يتحصل الإنسان على الكتاب، وكان طلبة العلم يحتاجون إلى أن يكتبوا، ينسخوا الكتب نسخا، فيبي طالب العلم على ضوء شمعة حتى ينسخ الكتاب، ويتعب تعبا كثيرا، وأحيانا لا يجد ثمن القرطاس ولا ثمن الحبر. في زماننا القراءة والكتابة منتشرة عند الكبير والصغير، تمام، والكتب متوفرة في كل مكان،
تمام. ادخل الآن المكتبات الكبيرة هنا عندنا في أبوظبي، ادخل مكتبة المجمع الثقافي، كم عدد الجالسين على المطالعة؟ وخلونا أشطح قليل وقولوا ادخلوا المول. البعض يستغرب من المقارنة، حاضر يا أخي، لكن في النهاية ما الذي للحصيلة؟ أدوات الإدراك أكثر في عصرنا لكن المدركين أقل، أدوات التثقيف التعليم أكثر لكن المتعلمين المتحققين بالتعلم والمستفيدين من هذه الأدوات أقل بكثير. اليوم من خلال الشبكة العالمية هذه الإنترنت كما يسمونها، ندخل عليها نستطيع أن نقرأ كتب لا يمكن أن نوجدها حتى في البلد التي نحن فيها. الذي يوجد الموجود في مصر قد لا يجد بعض الكتب في أكبر المكتبات في مصر، لكن يستطيع بضغطة بكبس على زر يأتي بهذه الكتب ينزلها من خلال الإنترنت. لكن هذه النعمة الكبيرة الموجودة التي يمكن من خلالها أن نوسع مداركنا ومعارفنا، هل نحن مستثمرين لها كما ينبغي؟ اسأل شاب من أبنائنا اليوم الذي يقضي سبع ساعات أو ثمان ساعات أمام جهاز النت، كم قرأ في هذه سبع أو ثمان ساعات وكم ذهبت في المحاورة اللي يسموها تشات أو في غيرها من الأمور؟ الأدوات موجودة لكن تفعيل الأدوات للانتفاع فيه تقصير عندنا. كذلك فيما يتعلق بالنفس وتزكيتها، نعود إلى موضوعنا في تزكية النفس، في كف النفس، أدوات الكف للنفس اليوم موجودة أكثر مما كانت عليه في السابق. لماذا؟ لأن الله عدل سبحانه وتعالى، لما أوجد في زماننا أدوات الفتنة أكثر أوجد أدوات الهداية والحفظ والعصمة أيضا أكثر، ولما كانت في الزمان السابق أدوات الفتنة أقل كانت أدوات الصيانة أقل. الناس اليوم مشغولون بأدوات الفتنة، يقول يا أخي زماننا صار فاسد، كل شيء اليوم ضياع، التلفزيون، الفضائيات، الانترنت، فصارت الناس مشغولة بالتفكير بأدوات الفتنة أكثر من أدوات الهداية. لماذا؟ تعرفون لماذا؟ لأن النفس من طرف خفي تميل إلى التماس العذر لها، كأن الواحد منا لما يقول يا أخي الفتن كثرت في زماننا، الله المستعان من هذا الزمان من فتنه، كأنه يبرر لنفسه ارتخاءه في تزكية نفسه، كأنه يقول لنفسه يعني معليش، يعني عفوا يا نفس، ارتخاؤك في هذا الفتن فيه نوع من التبرير الخفي أن الزمان أصبح زمان فتن. نعم الزمان كثرت فيه الفتن، لكن الزمان كثرت فيه أدوات المعونة أيضا. طريقة التفكير التي عندك اليوم لديها من الأدوات التي يمكن أن تعمل ما لم يوجد عند الآخرين في السابق. إيصال المعلومة اليوم إليك أسهل بكثير من إيصالها في السابق، نسبة الحرية الاختيار اليوم عندك في أن تجد أكثر مما كانت عليه في السابق. جاءت بعض العصور على طلبة العلم والسالكين ليس لديه الكتاب، والشيخ الذي يمكن أن يعلمه لا يستطيع أن يعلمه. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إمام أهل السنة في زمانه لما حبس في فتنة خلق القرآن ثم أطلق بعد الجلد والضرب منع من التحديث سنوات، منع من أن يجلس على كرسيه ليحدث لسنوات عديدة، ثم منع عن التحديث في بيته رحمه الله تعالى. فكان يذكر بعض الأئمة الذين رحلوا إليه من الأندلس ليأخذوا عنه الحديث، قال فلما وقفت على بابه قلت أريد الإمام أحمد، من؟ قال فلان، ما تريد؟ قال جئت أروي عنك حديث رسول الله. قال أما بلغك أني لم أعد أحدث، يعني منعت؟ قال لقد جئتك من الأندلس وخرجت من بلدي ولم يكن قد بلغني هذا الأمر. قال إذن تأخذ قفة أو شيء يعني تتنكر وتأتي تقف كل يوم على الباب وأكلمك من عند الباب وأحدثك. فتخيل واحد جاء يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يحفظ الأحاديث يتلقاها بسند، احتاج أن يتنكر ويقف عند الباب وهكذا حتى يتلقى عنه حديث رسول الله. وهذا الطالب الذي شد رحله من الأندلس إلى بغداد ليأخذ عن الإمام أحمد بن حنبل صار مضطرا أن يأتي في صورة المتخفي ليتلقى العلم. اليوم تستطيع أن تتلقى من العلم ما شئت، والوسائل مهيئة لمثل هذا الأمر، بقي فقط أن يكون لك أنت في داخلك الدافع. كذلك في تزكية النفس موضوع الكف، نعم الدواعي للخروج عن العفة كثيرة في زماننا، حتى أنت تمشي في الشارع الواحد سبحان الله صار في زماننا إذا أراد أن يخرج إلى المسجد معرض للفتنة من بيته إلى المسجد في طريقه، من متبرجات متروكات في ثياب سيئة وفي حالة سيئة يسرن في الطريق. نعم هذا موجود في زماننا، لكن أيضا موجود في زماننا قابلية الطمأنينة إلى تهذيب النفس على نحو لم يسبق في السابق. أنت خرجت وأنت مدرك أن هذا موجود في الطريق وأنك قادر على غض البصر، لهذا كلفك الله به، لا يكلف الله نفسا، فإذا كلف دائما تذكر ونكررها مرات هذه الكلمة، لأن بعض الناس لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مفهومها عندهم إيش؟ يا أخي أنا ما قدرت الزمان صعب والله تعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكنه كلفك، فما دام قد كلفك فهو
في وسعك، ما دام قد كلفك إذا أنت تقدر، ولن يكلفك بشيء أنت ما تقدر عليه. قال بس الزمان صار فيه فتن، والذي كلفك سبحانه وتعالى ما سبق في علمه القديم ما سيكون في الزمان، هو مقدر هذا الزمان. الزمان كله مظهر قضائه وقدره سبحانه وتعالى، ومع علمه سبحانه أنه يكون في زمانك كذا، مع ذلك أمرك ونهاك، قال لك غض البصر. فما دام قال لي غض البصر، إذن ممكن غض البصر. فمسألة الكلام عن الفتن والتحجج بها لا مجال له. نعم، هي ستتحول إلى مكسب لك، كثرة الفتن في زمانك يمكن أن تتحول إلى العكس، إلى مكسب لك أنت، مكسب كبير. لماذا؟ لأن العفة في هذا الحال تكون مضاعفة، أجرها يكون مضاعفا. لما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يأتي من بعده سماهم إخواني، قال صلى الله عليه وسلم، يعني قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وددنا أن لو لقينا إخواننا. فقال أسيادنا من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، قالوا يا رسول الله أولسنا إخوانك؟ قال أنتم أصحابي، إخواني يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني صلى الله عليه وسلم. في رواية من روايات هذا الحديث، فإذا لقيتموهم فأقرئوهم عني السلام، وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته يا رسول الله. نعم، نحن الذين آمنا به قبل أن نراه، ولهذا قد أرسل إلينا سلاما صلى الله عليه وسلم، رسول الله يسلم عليكم، هذا نص الحديث، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا رسول الله، فأقرئوهم مني السلام. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للعامل منهم أجر 50، اللي بيثبت هذا. قالوا يا رسول الله 50 منهم أو منا؟ قال بل منكم. يقول للصحابة فقد وجدتم على الخير أعوانا ولم يجدوا على الخير أعوانا. طبعا لا أحد منا أفضل من الصحابة، الكلام هنا عن الأجر ليس عن الأفضلية، تنبهوا إلى هذه الملاحظة. الصحابة هم أفضل البشر بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأنبياء، الأفضل هم الأنبياء ثم الصحابة رضي الله عنهم وأهل البيت. الكلام هنا عن الأجر وليس على الأفضلية. لماذا؟ قال لأن الأفضلية هنا ليست متعلقة بالفعل، هنا الأفضلية بالنسبة لنا، الأجر هنا متعلق بماذا؟ بالفعل. وجدتم على الخير أعوانا ولم يجدوا على الخير أعوانا، يعني عند فعل الخيرات. لكن أفضلية ساداتنا الصحابة متعلقة بالاصطفاء وليس بالفعل، اختار الله أصحاب سيدنا محمد لسيدنا محمد. ولهذا قال لا تسبوا أصحابي، فإنه لو بلغ، لو أنفق أحدكم جبل أحد ذهبا مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا سر الصحبة بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بالصحبة أصحاب رسول الله رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لكن هنا المعنى الراقي الذي حدث النبي به، يعني وددنا أن لو لقينا، فأنتم أناس رسول الله ود لقاءكم، أراد أن يقابلكم. من نحن؟ من نكون؟ نحن المذنبون، المخطئون، المسيئون، المقصرون، الذين نعصي الله تعالى في الليل والنهار، الذين سيقت إلينا النعم ولم نرعى حقها، ومع ذلك رسول الله يود أن لو لقينا. كيف لا نذوب شوقا إليه صلى الله وسلم عليه وعلى آله؟ ما قال الذين يؤمنون بي ولم يروني عن غيب. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم للعامل منهم أجر 50، يعني أنت يا من تعيش في زمان الفتن استقامتك مع الله عز وجل وكفك لنفسك إعفافا لها عما لا ينبغي، القليل منك يتحول إلى كثير عند الله عز وجل. فصارت كثرة الفتن فائدة أو ليست فائدة؟ نعم، كثرة الفتن ارتقاء للصالحين، وهي لا شك سقوط للغافلين الذين لا يراعون كيف يتعاملون مع الفتن التي تحيط بهم. فإذا لا نجعل عنصر الفتن مبرر لنا في إضعاف العفة. نسأل الله عز وجل أن يصون أنفسنا وأن ينزه أنفسنا وأن يرزقنا كمال الميسرة، وأن يجعل أنفسنا سمحة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم بارك لنا في هذا المجلس وفي هذا الدرس، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم بارك لنا في هذا المسجد وفي من عمره، وتقبل من الجميع واجعله خالصا لوجهك الكريم. وبارك اللهم في هذا البلد، اللهم ابسط فيه بسط الأمن والإيمان والهدى والصلاح والبركة والنور والطاعة والاستقرار والرخاء، وجنبه وسائر من حل فيه وبلاد المسلمين من الأذى والبلاء والفتن والمحن
المحن والمعاصي والذنوب ما والحروب ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. ووفق من وليتهم أمر البلد لما تحبه وترضاه لخدمة دينك، اللهم شرفهم بخدمة دينك، اللهم شرفهم بخدمة دينك، اللهم شرفهم بخدمة دينك وإعلاء كلمتك، ومكن لهم في ذلك وسائر من وليتهم أمور المسلمين يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظ الحرمين الشريفين، اللهم خلص أولى القبلتين، اللهم احفظ المسجد الأقصى من أعدائك وأعدائه، اللهم احفظ القدس، اللهم ردها على المسلمين مردا جميلا، ورد المسلمين إليك مردا جميلا حتى يتهيأوا لردها إليهم. اللهم فرج عن إخواننا في فلسطين، وفرج عن إخواننا في العراق، فرج عن أهل لا إله إلا الله في المشارق والمغارب، فرج عن كل مظلوم من خلقك في شرق الأرض وغربها يا كريم، واجعلنا من خيار خلقك وأحبهم إليك وإلى نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ارزقنا حبك، واذقنا لذة محبتك، ذواقا نثبت به على طاعتك، ونكون به من خاصتك يا أرحم الراحمين، واجعلنا من المحبوبين عندك. اللهم اجعل معاصينا معاصي من أحببت، ولا تجعل طاعاتنا طاعات من أبغضت، برحمتك يا أرحم الراحمين تب علينا توبة نصوحة، طهرنا بها جسما وقلبا وروحا، اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.